الحمد لله طبعا على اللي احنا وصلنا له، والحمد لله على كل الامور سواء بقى الفنيه او الطبيه. يعني طبعا انت عارف ان الـ احنا يعتبر في نهايه سيزون الحاله العامه بتاعت اللعيبه. الحمد لله الحمد لله يعني على كميه المباريات اللي اتلعبت خصوصا في للاعبين الدوليين، مشاركات في كل البطولات زي ما انت شفت يعني مع المنتخب، سواء بقى في كاس العرب سواء في كاس الامم، معانا احنا في كل البطولات بتاعتنا، كاس افريقيا، كاس العالم للانديه، السوبر الافريقي، يعني كميه مباريات كتيره جدا، كميه اجهاد على اللعيبه كانت كبيره جدا، وخصوصا ان احنا كانت في تلاحم مواسم، ما كانش في يعني زي ما بيقولوا اوف سيزون ان احنا نعمل فتره اعداد او كده، فبتبقى المهمه صعبه جدا جدا. يعني الحمد لله الحمد لله يعني احنا برضو بالتعاون مع الجهاز الفني ومع مخططين الاحمال بنقدر ان احنا على قد ما نقدر نحاول ان نقلل حاله الاجهاد دي، على قد ما نقدر نتعامل مع الاصابات اللي هي بتنتج من الاجهادات دي، والحمد لله ربنا بيوفقنا. طبعا بيساعدنا في ده، بيساعدنا كتير جدا النتائج الكويسه اللي احنا فريقنا يعني الى حد ما بنحققها، دي بتدينا دوافع كبيره جدا. احنا المسافرين دلوقتي انا شايف ان الـ 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 الوضع النفسي بيساعدنا كتير جدا في الوضع البدني وفي ناحيه سرعه التعافي حتى من الاصابات. يعني كان عندنا المباراة اللي فاتت كان عندنا محمد عبد المنعم ما كانش موجود، كان عنده شد في العضلة الضامة، الحمد لله بدأ تمرينات النهاردة، شارك مشاركة كاملة كده مع الفريق، وإن شاء الله بإذن الله يكون جاهز، وهو فعلا جاهز يعني إن شاء الله يكون تحت تصرف الجهاز الفني في المباراة القادمة. عمرو السولية كان حاسس ببعض الآلام كده في العضلة الخلفية، فضلنا طبعا ان هو ما يشاركش المباراه اللي فاتت، وجاري تجهيزه يعني احنا لسه حتى الان ما فيش وعد حقيقي بان هو هيشارك في المباراه اللي جايه، انما احنا طبعا وديات احنا بنعملها كتير برضو ان احنا ما بيبقى في عندنا امل في لاعب من اللاعبين بنشتغل معاه بنجهزه. طبعا المعسكرات اللي زي كده احنا بنعتبره معسكر مغلق يعني اكتر منه تجهيز للمباراه، ففي حالة الإصابات بيبقى كويس جدا إن احنا نجهز اللاعبين المصابين، كتير جدا بننجح إن احنا نجهزهم قبل المباريات، نأمل ذلك مع عمرو السولية إن هو يكون جاهز، ولو إن لسه لغاية دلوقتي ما فيش تأكيدات إن هو يكون جاهز للمباراة القادمة، إن شاء الله يكون كويس إن شاء الله بإذن الله. حمدي فتحي برضو عايز أتطرق ليه، يمكن حمدي بإصراره الكبير والحقيقة والتضحيات الكبيرة اللي بنشوفها مع لعيبة النادي الأهلي، يمكن كان عنده آلام في الحوض بتروح وترجع بسيطة، لكن التضحية موجودة والإصرار موجود، ويمكن الحقيقة ما بنقول عندنا لعيبة رجالة لأن المرحلة دي محتاجة كده يا دكتور، محتاجة إن يبقى في تضحية وإنكار ذات كبير جدا. طمني على حمدي، وبشكل عام بتشوف النقطة دي إصرار اللعيب إزاي وتضحيته إزاي إن هو يرفع اسم النادي الأهلي عليه؟ ده اللي لسه كنت بقوله لك، ان تتالي وتوالي المباريات مع سواء مع المنتخب او مع الاهلي ده اثر كتير جدا على بعض اللاعبين، ومن اكتر اللاعبين اللي اثر عليهم شويه هو كان حمدي فتحي. الاصابه اللي عند حمدي مش اصابه اللي هي الحاجه الاكيوت اللي هو انا بلعب فحصل لي اصابه، لا هي حاجه ليها علاقه بالاوفرلود انجريز او الاصابات اللي ليها علاقه بالحمل البدني العالي، يعني بعض الالتهابات في الحوض احنا بنحاول ان احنا يعني زي ما بيقولوا نتعايش معاه شويه، ان احنا نحاول ناخد منه احسن اداء بدني يقدر يديه لنا في الفتره اللي جايه. طبعا احنا في فتره صعبه شويه، احنا في سيمي فاينل وفاينل، فالموضوع لا يحتمل ان احنا نقول لا احنا هناخده ونعمل له فتره علاج بقى ونبعده خالص عن المشاركات او المباريات، بنحاول ان احنا نأمنه طبعا ان احنا ما فيش اي تفاقم للاصابه يكون موجود، ده رقم واحد، وان احنا نحاول نجهزه باعلى جاهزيه نقدر عليها في المرحله اللي احنا موجودين فيها دي. هو كويس دلوقتي، المباراه اللي فاتت طبعا احنا بنحاول برضو ما نسيبوش لغايه لما يبقى الاجهاد 100% او يبقى مش قادر يؤدي بدنيا 100%، فبنقلل الحمل البدني بتاعه شويه سواء في التدريبات سواء في المباريات، ساعات بيحالفنا الحظ بده، ساعات ما بنبقاش محظوظين قوي بالاصابات اللي بتجيلنا، يعني كنا بنحاول ان احنا نريحه شويه فجت اصابه عمرو السولية اضطرينا ان يعني نستعين بيه اكتر، فيعني بنمشي الامور زي ما بيقولوا من ناحيتنا، من ناحيه ان احنا بنعمل له جلسات علاج طبيعي وتاهيل مكثفه، من ناحيه ثانيه ان احنا نحاول نظبط الحمل بتاعه بحيث ان هو يدينا افضل اداء في المباريات اللي هيشارك فيها ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله يا رب
يكون معانا المباراة اللي جاية والفاينل إن شاء الله بكل كفاءة بإذن الله.